السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكرام، أنا سامي جيد معكم يا محمد. فيديو جديد من فيديوهات لعبة ريتيرن كونكور. الفيديوهات اللي فاتت عرفنا كيفية تسجيل وتحميل اللعبة، ونقدر برضو ان احنا نعيد عليهم تاني من خلال الويب سايت returnconquer.com، ونخش على ماي اكاونت، دوس على كريت اكاونت، تكتب اليوزر نيم باسورد باسورد تاني، وكمان الايميل ايم نوت روبوت، بعد كده تدوس على كريت اكاونت، ترجع لورا وتخش على صفحة التحميل داونلود كلينت، وتحمل الكلينت ميديا فاير ميجا او جوجل درايف او دايركت على طول فروم ذا سيرفر على حسب اللي انت عايزه. جميل جدا. طيب دلوقتي احنا عرفنا ازاي نقدر نتسجل ونحمل في اللعبة. ايه بقى مميزات اللعبة؟ هنبدأ المميزات باول حاجة يا جماعة، واللي هو الحفر في تاون سيتي. الحفر في تاون سيتي دي حاجة جديدة جدا، اول مرة تتعمل في سيرفر بريفت سيرفر يعني بمعنى صح، وفكرته جميلة جدا. انت لما بتحفر اهو، بص نجيب الاكس بتاعنا وبنحفر كده اهو، بص كده. الحفر ممكن يديك من 1 لـ 5 كبس، حلو الكلام، تفتح لك زي ما انت شايف كده اهو، وتقدر تجمع من 1000 لـ 1200 كبس في الساعة. تمام، يعني لو قلنا احنا بحسبة بسيطة كده ممكن من 700 لـ 1500 كبس، حلو الكلام. طيب بعد كده انت دلوقتي مثلا جمعت احجار، ازاي نقدر نبدل الاحجار دي؟ اهو من الراجل دي، الراجل ده بيبدل لك الاحجار بتاعتك بسبيس. فكرة جميلة ولذيذة على فكرة، مش وحشة خالص. زي ما انت شايف ان انت بيجمع لك الاحجار اللي انت بتجمعها، في الاخر بيديك مقابلها سبيس. السيرفر زي ما انت شايف اهو، بص كده انا عامل تشيك على الناس. انا عن نفسي واخد اعلى بلس اللي هو بلس 8، ده على حاجه في السيرفر حاليا، مش عارف بس كانت فتحت بلس 12 ولا لا، عموما هنعرف بعد كده. تمام، طبعا تقدر انت تسيب اكتر من اكونت، يفتح يعني زي ما انت شايف يحفر في الارض، هيجمع لك شويه سبيس حلوين جدا جدا، تقدر تظبط نفسك بيهم في الاستاف بتاعك زي ما انت شايف اهو. تقدر ان انت تبلص الاستاف بكل سهولة، لان انت زي ما انت شايف يعني في ساعة من 700 لـ 1500 كبس. لو عملت لك اكونتين ثلاثة يفضلوا يحفروا، تقدر تجمع سبيس كويس جدا. حلو، فكرة جميلة ولذيذة جدا. طيب ندخل تاني كده يا جماعة، نشوف كده هنا فكرة ايفنت حلوة جدا، هو ايفنت الفروت. مكتوب ايه هنا؟ ان انت تجمع 5 انواع من الفاكهة، التشيري والجوافة والجريب والاورنج والابل والفاكهة اللي الخمسة دي، بس مش تين جرين. تمام، عموما تجمع 5 انواع فاكهة من دول، وطبعا دول بيبقوا من الوحوش على فكرة، حلو الكلام، وبتسلمهم، بتاخد حوالي 50 كبس ولوتري وستون وجولد اكسبور في كل تسليم، والتسليم مفتوح، تقدر يعني تقدر ان انت تسلم على قد ما تقدر، حلو الكلام. حلو، يعني انت بتاخد 50 سباس وستون وجولد وكمان اكسبور وحاجات كتيرة جدا زي ما انت شايف الهدايا في كل تسليمة، تقدر ان انت تجمع الحاجات دي من الوحوش بسهولة جدا في كل المدن. حلو، فكرة جميلة جدا 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 زي ما انت شايف. وردا عن طبعا على انتقادات الناس لما انا لو اني بلعب في السيرفر وان انا يعني لاعب زي البوت، والله يا جماعة اصلا اللعبة يعني زي ما انت شايفين الاداء بتاع الفاست بلاي بتاع زمان سهل جدا، يعني فاهمين ازاي؟ مش زي دلوقتي، ممكن دلوقتي اسهل على فكره، ممكن دلوقتي اسهل، فاهمين ازاي؟ فاتمنى يعني الناس اللي بتقعد ايه تتكلم وده بوت وده مش بوت. اولا السيرفر محمي على فكره، السيرفر محمي يعني فاهمين ازاي؟ لو انت فكرت تشغل اي حاجه هتلاقي لعبه قفلت منك على طول يا راجل. ده انا ساعات لما بسجل اصلا ببرنامج تسجيل اللعبه بتقفل لوحديها اساسا من الحمايه، من الحمايه، يعني انت لو مش فاتح اي حاجه جنب اللعبه هتلاقي لعبة شغالة كويس جدا. زي ما انت شايف كمان برضو اهو السنو بانش موجود اهو، زي ما انت شايف بجيب فيه رقم حلو والله يا بلاش. بنقدر ان احنا نفتح بيكي زي ما انتوا عايزين اهو، طبعا انت تبقى عامل حسابك عشان خاطر لو حد فكر
ورجعنا التاون تاني. زي ما انت شايف اللعبة جميلة جدا وسلسة، هتلاقي ناس كتيرة جدا خلي بالك بتفتح بجد. لا سيرفر مليان تمام، بس انا بسجل بدري شوية لانه واخد اجازة مخصوص عشان اعمل فيديوهات للعبة دي بصراحة. خلي بالك اللعبة مليانة ناس، اللعبة حرفيا مليانة مليانة ناس تمام، متقلقش من اي حاجة، بالعكس تلاقي ناس في كل حتة زي ما انت شايف اهو. انا حبيت اتأكد لك من كل حتة، استنى كده لو يكون في حد بيحفر في الجيب سنتر كمان، زي ما انت شايفه مليانة في كل حتة تمام. انا بقى مستني دعمكم ان انتوا تخشوا اللعبة تمام، وكمان تضم للديسكورد بتاعها. حلو الكلام اهو، من شات لايف تخش على الديسكورد هتلاقي طبعا لو انت عايز تطفي دي والكلام ده كله هتكلم طبعا، هتخش هتلاقي رول اسمه وينو كونكر طبعا هتخش فيه انت. عشان لو انت جاي من تبعنا هتقدر تاخد ستاف وهدايا جميلة جدا. لو انت بتابع اخر الفيديو يبقى انت كده يا معلم عجبك السيرفر، يبقى انزل هتلاقي الرابط بتاعه في الوصف. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.